شكرا جميلا للفنان الجميل جميل الصوت والكلم والأداء وفرقة الموسيقية أيضا عصمت بكري. وشكرا لكم أنتم وشكرا لطاقم صباح الشروق الزملاء بالكنترول لأهدون هذا العمل الصباحي كافتتاح رغم أنه بعض منهم بيطرق أسمعهم فما أملك أقول لكم والله إلا ربنا يهدي سر وحال البنية اللي شغل أفكاركم ربنا يهديها. نتواصل معكم أصدقائي الأحباب في صباح الشروق و كثير جدا من المشاوير دعونا انه نمشي ونتمشى فيها مع بعض. اولى هذه المحطات اللي حنجي فيها من خلال مشوارنا هي عياده متنقله، نحاول من خلالها ان نقول لكم ان شاء الله صباحكم عافيه ونقدم اجمل وأنا واحلى وارق واعذب تحيه الصحه والعافيه. أكثر من 100 مستفيد تلقوا خدمات علاجية بمركز الفعل الصحي بحمد الله التابع لوحدة أم القرى شمال بولاية الجزيرة. الفعل حمد الله دي موجودة في محلية أم القرى اللي هي في ولاية الجزيرة يعني تمام؟ طيب أنا حأتكلم عن المركز الصحي شوية. المركز الصحي ده يتأسس وبدأ شغل له سنة أو حوالي سنة يعني هسه شهر 3 جاي إن شاء الله شهر 3 ده حيتم سنة كاملة وتأسيسه كان 100% من جهود ناس القرية سواء كان تبرعات من أفراد سواء كان تبرعات من مجموعات من مؤسسات خيرية كذا يعني. واحدة من الحاجات أو واحدة من النشاطات في المركز إنه بيستضيف اخصائيين مثلا ايام معينه وكذا. مثلا الليله مستضيفين دكتور محمد خليل كارب اللي هو استشاري باطنيه وسكري وغده صماء. الخدمات العلاجيه قدمت لمرضى السكر والغده الصماء الى جانب محاضرات تثقيفيه لاعداد كبيره في مجال الحقل الصحي والمصابين بمرض السكر. سبع سنين الحاجات زي ما هي ولا تغيرت؟ لا والله ما الحاجات اتغيرت من زمان يعني السكر له سنه الخراب السواء وقلنا من الخراب بتاع سنتين. نشكر دكتور الكارب المحاضرة فهمناها كلها والله من أولها لآخرة فهمناه ارشدنا عن السكر كله والله وفاهمين ارشاده كله فهمناه والله. عندي مريض يعاني من وساع في الرئتين مقابل ما في مدني دكتور حامد فضل الله ربنا يرحمه. يلا المريض ده ما لقى راحة تعبان شديد أديت 4 مراتب حتى نلقى راحة من النفس وما فضلنا أي إسعافات دارين الاستشارة فيه. ولاية الجزيرة تشهد حراكا واسعا في مجال الخدمات الصحية من خلال مخيمات العيون والعيادة المتنقلة التي ينفذها عدد من الكوادر الطبية خدمة مجتمعية لأهاليهم. الحاجة عاوز أشكر ناس القناة على وجودهم، دي حاجة عظيمة جدا اللي بيعملوا فيها دي لأن بتنقل المجهود ده للناس على أساس إنه يبقى تجربة ملهمة للآخرين كمان يواصلوا فيه هو. وبشكر أهلنا الموجودين في المنطقة بتاعت الفعيج حمد الله وفي كل الريف السوداني يعني على استقبالهم للفكرة وعلى ترحيبهم بها وعلى مشاركتهم الفعالة جدا في انها تنجح. يعني الفكرة كلها انه اهلنا في الريف وفي المدن حتى هم تقريبا ما قادرين يلقوا مدخل للخدمات المتخصصة خاصة في مرض منتشر ومرض مزعج ومرض عنده مشاكل كثيرة زي مرض السكر. يعني بنعمل لهم الحاجات الصعبة عليهم تتعامل في المدينة بنعملها في نفس المنطقة ذاتها. يعني حاجة زي مثلا السكر التراكمي زي رسم القلب مثلا قياس ضغط الدم وبعد ذلك بنشوفهم كأفراد في شكل عيادة يعني وبنحاول نديهم نوعيهم بالمرض وبدورهم هم مثلا مرض زي السكري محتاج الواحد يكون يعرف يأكل شنو مثلا ويتجنب شنو واسلوب حياته يتغير كيف عشان يتوافق مع المرض وما تحصل له مضاعفات يعني الخطيرة جدا زي مشاكل الكلى زي مشاكل الدورة الدموية مشاكل القلب مشاكل المخ كده. والناس بيستقبلوا الحاجة دي بترحاب شديد وقاعد يستفيدوا منها فعلا يعني وبالتالي التجربة أنا بعتقد إنها ناجحة لحد كبير ونحن بنسعى إنها تكون أكثر نجاحا. وأهم رسالة اللي أقولها للناس اللي بيسمعوني الآن إنه باقي الأطباء التانيين المتخصصين في حاجات تانية يعملوا نفس الحاجة دي بقدر الإمكان. يعني المستفيدين من العيادة الريفية المتنقلة عبروا عن شكرهم ورضائهم عن الخدمات العلاجية المقدمة خاصة المحاضرات التي تمت في مجال رسم القلب والأمراض الأخرى. المنال يوسف سليمان عبد الرازي المنطقة الفيج حمد الله ولاية الجزيرة عيادة الريفية فحصها التراكمي ورسم القلب عند دكتور محمد الكارب.
مشروع العيادة الريفية المتنقلة يعتزم قيام مراكز لتدريب الكوادر الصحية في عدد من القرى بولاية الجزيرة.